هذه نورمالمون ثلاث اشخاص ولكن خليها لي شخصين مشكل. طيب حلو. والثانيه وفيها كل شيء، فيها الدوش الكريماتيزور تمام، شعر هذه السلام عليكم. صباح الخير. بونجو. يلا جاي جاي. بسم الله مع الصباح الجميل. صباح الخير هشام. موجود. هذا حبيبنا هشام في دار الزيتون. تحيه. الو. تسلم. اسسها مولاي علي بن راشد واسس القصبه هذه او القلعه لحمايه المدينه. جانب القصبة ساحة يسمونها ساحة موطئ الحمام، كانت عبارة عن سوق أسبوعي، الآن صارت المطاعم والأسواق على جنبات هذه الساحة. مولاي علي بن راشد والسيدة الحرة ورايك لآخر الزمان يا شبشان يا المرة يا شبيبان يا المرة يا شبشان يا المرة شكل خف خشب، بس هو هذا الشكل الاساسي لمداخل ومخارج شفشاون، ولكن هذا اقوى بس مو الشكل الحقيقي. هذا مطعم بالومه اللي جينا امس في نهايه ساحه وطاء الحمام. شفشاون يسمونها المدينة الشاون. الشاون كلمة أمازيغية تعني القرن أو القرون، لأن الجبال ملتفة حولها على شكل قرن، لذلك سميت بهذا الاسم. هذا الجبال ملتفة على المدينة. أهم الأحياء حي القصبة،
حي السويقة، وهذا باب العنصر يعتبر في الجزء الغربي، وهذا برج المراقبة. كذا أنا بودع شفشاون، بقى رأس الماء وأقشور، شلالات أقشور ما يمدينا نروح لها، فمكان جدا جميل. بالنسبة للسكن 800 درهم الغرفتين، يعني تقريبا حدود 320 ريال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويا مساء الخيرات، ويجعلكم في سعادة ونعيم وفرحة. اليوم عندنا اكسبيرينس جديدة امستردام بس بشكل مصغر. التجربة اللي قبل رمضان كانت في امستردام، تورطت لاني لازم اوصل للزناسي، وزناسي تبعد ساعة ونص او بالسيارة، انا اخذتها 3 ساعات دراجة يعني، فان شاء الله نستمتع بالرحلة. يلا يلا. واحد اثنين اهرب. ايش فيك تعبت يا طارق؟ يا اخي المشكله تعودنا على السياك اللي تجيك جبلي حقها مسطر، عرفت؟ ما يتعبك، هذا ملتوي زي سياك. اتوقع المشكله في السله. والله السله ما ادري ايش فيها. يا سلام لما الايام تضحك وتروح، لما بيهدي الارواح مع كل شروق. سلام يا سلام، السلام يا سلام، السلام. طبعا هو على دزه واحده لانه خايف. طارق حرك، وخر يدك اليمين، وخرها كانك بتلف. ايش بدك اليمين؟ عشان تحب اللون الازرق تصدم فيه. عطى بوري على الجسر. ها؟ السلام عليكم. السلام عليكم. هذا الجيم من البوابة الخارجية، وهنا قسم السبا والمسبح اللي داخل السبا، وهنا الفلل الخاصة. هذا قسم الفلل، يجيك شكل دورين بمسبحها بشاطئها بكل شيء. سرير طبعا اليوم اللون نصراوي، رضا على اليمين وعلى اليسار، ولما تصحى من النوم تفتح الستارة تشوف هذا المنظر. هذا البسين الصغير، هذه جلسة، هذه الأخرى،